مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد، سعيد بلقائكم وخدمتكم في هذه الأمسية في البلاد اليوم، كذلك للعودة للحديث حول الأمن الغذائي في الجزائر. نتكلموا على التغيرات المناخية بطبيعة الحال، ونتكلموا كذلك على الإجراءات التي تتخذها وزارة الفلاحة للنهوض بهذا القطاع للدفع به من أجل الإسهام في النهوض بالاقتصادي عموما. كل هذا بطبيعة الحال هي إجراءات كان أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حينما طالب يعني قطاع الفلاحة بعدما شكره إلى آخره، شكر يعني العاملين في قطاع الفلاحة إلى النهوض بهذا القطاع من يعني النشاط العائلي والتقليدي إلى الاحتراف. احتراف بطبيعة الحال يكون من خلال استعمال أدوات العلمية الحديثة من رقمنا وغيرها للنهوض بالقطاع. وكان اليوم كذلك وزير الفلاحة أعلن أنه يعني شرع في إحصاء الثروة الحيوانية في الجزائر ورقمنتها لطبعا الحفاظ عليها وحتى الحفاظ على استقرار الأسعار في هذا المجال، أسعار اللحوم وغيرها. إذن لمناقشة هذا الموضوع نحاول نناقش دور قطاع الفلاحة عموما، خاصة مع التغيرات المناخية التي انعقدت قمتها قبل أيام في مصر. قطاع الفلاحة يواجه تحديات كبيرة، كيف يمكن أن يتكيف قطاع الفلاحة ليؤدي دوره الكامل في دفع عجلة الاقتصاد؟ هذه الأسئلة نطرحها على الدكتور لطفي غرناوط، وأستاذ الاقتصاد بجامعة تولوز الفرنسية، يلتحق بنا عبر خدمة سكايب. أستاذ لطفي مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. مساء النور أستاذ، شكرا لكم على الاستضافة. الله يسلمك. إذن أستاذ، الآن هناك معادلة شيء ما صعبة، هناك أنت تعرف أنه تغيرات مناخية، هناك كذلك قطاع فلاحي في الجزائر يسعى ويعمل على النهوض، إلا أنه لا زال لم يعني يستعمل ولم ينخرط في الأساليب التكنولوجية والعلمية المتطورة، وهناك قطاع اقتصادي في الجزائر بحاجة إلى عجلة الفلاحة. طيب كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك بحيث تكون المعادلة هذه معادلة إيجابية يعني، ويمكن لقطاع الفلاحة أن يسهم بالفعل في قطاع الاقتصاد؟ نعم، كما ذكرت أستاذ في مقدمتك، يعني قلت أنه يعني الاحترافية اليوم لازم نخرج من التقليدية في الإنتاج، لا مودرنيزاسيون دو لاغريكولتور، صدير تحديث القطاع الزراعي باش يواكب التحديات. يعني شفنا أنه يعني مرينا بتجربة هي مرحلة الكوفيد، واليوم يعني فيه أزمة جيوسياسية يعني كبيرة اللي يعني خلات العالم، كل العالم يعني حتى الدول المتقدمة تدخل في يعني في، وخاصة الدول الإفريقية والدول العربية اللي تواجه يعني هذه التحديات، يعني لا سيشخيص طبيعة التحديات المناخية والتحديات يعني من ارتفاع الديموغرافي والطلب على الاستهلاك. والجزائر يعني تعد من بين هذه الدول يعني الأكثر طلبا على الغذاء والأكثر ارتباطا يعني من حيث خاصة المواد الاستراتيجية بالخارج. واليوم يعني رغم أنه يعني الجزائر أثبتت، والزراعة الفلاحية في الجزائر لازم نكونوا واقعيين أنها أثبتت يعني صمودها، يعني بينت الريزيليونس تاعها، خاصة يعني في فترة الكوفيد وين ما كانت يعني التمويل ناقص اكسيتيرا، ويعني كانت الجزائر يعني بمنأى عن كل يعني الاضطرابات اللي تمس بالأمن الغذائي، لأنه الأمن الغذائي نعرفه يعني ما لازمش نخلطه بين الأمن الغذائي والاكتفاء الغذائي والاكتفاء الذاتي. الأمن الغذائي يعني تكون عندك الإمكانيات المالية وتكون عندك الأسواق العالمية لتوفير هذا الإنتاج. اليوم نعرفوا احنا يا في لو كونتكست بيدو كليماتيك الجيري عندنا معيقات، عندنا معيقات كبيره اللي يعني كبحت تطور هذا القطاع بشكل كبير، وهي يعني خاصه يعني لا يستدير نقص الاراضي الفلاحيه في الجزائر. يعني ما نقولوا انه الجزائر يعني بلد شاسع، لكن اليوم نستغل فقط 8 مليون هكتار في الجزائر، يعني نحن لا نستغل كل امكانياتنا، وكل هذه الامكانيات بسبب اولا هناك عوائق مناخية، وهذه العوائق المناخية يمكننا يعني التقليل من تأثيراتها،
ومواجهتها يعني بإدخال التكنولوجيات المتوفرة في كل دول العالم. لماذا نتحدث عن la modernisation، صدير التحديث؟ مثلا اليوم القطاع الفلاحة في الجزائر يعاني من نقص من المكننة الفلاحية. اليوم راه فيه قرارات، يعني أظن أنه فيه prise de conscience، صدير وعي من السلطات العليا في الجزائر. كانت فيه قرارات حكيمة من طرف السيد رئيس الجمهورية بخصوص يعني هذه النقاط الأساسية اللي تمثل عوامل الإنتاج، يعني لي فاكتور دو برودكسيون. لا يمكننا رفع المردودية في الهكتار، ولا يمكننا إنتاج يعني بدون هذه العوامل الإنتاج، يعني أشياء ضرورية وأساسية. في هناك أربع يعني دي فاكتور دو برودكسيون متعارف عليها، يعني علميا وتقنيا وميدانيا، يعني لو فونسيي ستادير لي تيغ أغريكول، يعني الأراضي الزراعية، واليد العاملة، والمكننه، ولي باتيمون ستادير تدخل معه. احنا اليوم عندنا نقص في هذه العوامل الانتاج، او يعني هي غير معممه. اليوم علينا ان يعني اولا لازم تكون عندنا سياسه فلاحيه لا تتغير بتغير يعني الوزراء او الحكومات، يعني نشدوا في نفس يعني هذه السياسه، باش يعني كل وزير او كل حكومه تجي يعني تزيد الاضافه، ما نعاودوش نرجعوا يعني لنقطه البدايه. مثلا هذه عوامل الانتاج اليوم هي اون اورجونس، نبداو فقط بتوفير هذه الاساسيات من عوامل الانتاج. يعني هناك في قرارات اتمنى انه يكون في اسراع بصياغه الاليات التنفيذيه لتجسيد قرارات السيد رئيس الجمهوريه، لانه هذا العامل الانتاج لا يعد فقط عامل تقني، وانما عامل استراتيجي للرفع الانتاج، خاصه فيما يخص المواد الاستراتيجيه. ومن نتحدث عن المكننه نتحدث عن لي بوسيبيليتي، صادق امكانيه استصلاح ما امكن من الاراضي الفلاحيه. اليوم نتحدث عن زراعه صحراويه. نعم، الزراعه الصحراويه بمنطق يعني الاستدامه، ويعني بمنطق يعني الاغريكولتور دوغاب، لكن لا يمكن اننا يعني في مناخ صعب وفي اراضي صعبه ان يعني ان نستعمل جرارات يعني اقل من 250 حصان مثلا، او لازم لنا تكون عندنا، وهذا يتطلب يفوت لو باكي في الاغريكولتور. لازم اليوم الاغريكولتور دوت اتر ابويي نون سيلمون، يلازم تكون فينانسيغمون، يلازم يكون، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. لكن تبقى في نعم. استاذ لطفي، انت ذكرت اربع عناصر، قلت لو فونسي صادير لو باكي يعني الدراهم، ذكرت كذلك المكننه يعني التكنولوجي. يبقى كاين موضوع اخر كذلك، الا ترى انه ينبغي اقحامه في المواضيع الاربع هذو؟ البحث العلمي، نعم، هو قضية تسمى الارتقاء بمستوى الفلاح. اليوم كاين سيرتان ريزيستونس يعني بين ما هو علمي وبين الفلاح في الجزائر، يعني وكأنه كاين شوية خوف هكذا. ألا ترى أنه طمأنة الفلاح، تقرب من الفلاح، لاكومبانيومون تاعو، مرافقته، ممكن كذلك ينخرط في هذه المعادلة هذه؟ شوف، هي البحث العلمي هو كما يقول لك، اذا اردنا يعني الوصول الى زراعه يعني حديثه وتجيب على الاهداف اللي رانا مسطرينها، يعني للخروج اللي يعني احداث توازن في الميزان التجاري الفلاحي، يعني باش نقصوا هذه الفاتوره يلزم لنا اون اغريكولتور برودكتيفيست بيان سور، يلزم تكون تجيب يعني على استدامه الانظمه الزراعيه، يعني على لي ريسورس الموارد تاعنا. لازم يكون البحث العلمي هو المنطلق. البحث العلمي نعرفه في الجزائر، انه يعني حتى انا درست في الجزائر ونعرفه في الجزائر، يعني عندنا بحث علمي، لكن هذا البحث العلمي بقي بحث علمي اكاديمي. لازم هذا البحث العلمي يخرج للميدان. باش يخرج للميدان لازم يلقى طلب، لازم يلقى طلب، شكون اللي يشريه، شكون اللي يستعمله. يعني اليوم ما راه كاين فيه يعني هاد لو فوسي، استادير راه فيه يعني فراغ بين البحث العلمي الموجود والمخابر الموجوده في الجزائر والخبراء اللي عندنا في الجزائر والجامعات، يعني عندنا العديد من الجامعات المعروفه عالميا يعني، ودراسات يعني في نعم. في على الفلاحه الصحراويه، دراسه يعني تيريتورياليزي، استادير على حسب خصوصيات شساعة المناخ في الجزائر والمناخ في الجزائر، لكن لا تجي طلب. هذا الطلب لازم له
تكون فيه يعني هذا تحدثت عليه مرارا، لازم تكون هنا تكون بقوانين، بقوانين يعني لازم تكون فيه نجبر الفلاح على يعني يعني تكون قوانين صارمه، ما نكونش يعني بتحسيس فقط، تحسيس الفلاح على التكتل في تعاونيات. رانا نشوفوا انه منذ سنتين يعني مثلا نفتح قوس بالنسبه للتعاونيات، رانا نحسوا في الفلاح للتكتل في تعاونيات، لكن تبقى حجم التعاونيات في الجزائر قليل جدا رغم صحيح. انها يعني هو لو مايون فور في لا برودكسيون وحتى في حمايه المستهلك وتنظيم السوق، وهذا مشكل هام جدا في مجال فيما يتعلق الامن الغذائي. اليوم كيف يعني نربط البحث العلمي بال يعني الـ 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 يعني اليوم مثلا حتى الفلاح يعني لازم باش نعطيه الدعم لازم يكون الدعم مشروط، مثلا مثلا فقط نعطيك مثال، مثلا ب يعني بليزاناج دو سول، مثلا اليوم حاب نعطيك مكننه، حاب نعطيك بذور باش دير يعني لي غروند كولتور لو بلي، نشرط عليك ان تكون عندك يعني على الاقل كبدايه تكون عندك ديزاناج دو سول. وهذه يعني ناكد لك انه ليس كل الفلاحين، لانه اتصلوا بي العشرات من الفلاحين واش ندير لطفي يعني يتصلوا بي لاستشارات مثل هذا، انا اول ما اطلبه يعني بغض النظر عن يعني المنطقه اطلب يعني تحاليل التربه، يعني نعم. هذه ما راهيش في ثقافه كل الفلاحين، يعني هذا هو المنطلق لتعقيل يعني لتعقيل مثلا المدخلات، وبالتالي بور فير دي ايكونومي بيان سور، باسكو لو بوت سي دو صادير دو فير ان بينيفيس ديجاجي ان بينيفيس، وباش نقتصدوا في هذه المدخلات نعم. ما تكونش بشكل عشوائي. وبالتالي اليوم اظن انه لازم تكون فيه هذا يعني تكون في هذا النظره لربط يعني يعني البحث العلمي واخراج هذا البحث العلمي من يعني من بحث علمي اكاديمي الى يعني وهذا عندما نربط بقوانين صارمه فاننا نزيد نحفز على الانتاج العلمي، نزيد نحفز على الانتاج العلمي. يعني اليوم لازم في الجامعات مثلا، في الجامعات لازم كل لي ستوديون لازم تكون فيه دي فيرم بيلوت، تكون فيه دي فيرم بيداغوجيك، ما لازمش يروح يعني نتحدث لك فقط عن تجربه كاستاذ يعني هنا في العلوم الزراعيه في الجامعه منذ 7 سنوات. يعني انا في الميدان يعني 50% من يعني من الوقت في الميدان مع الفلاحين، في الميدان مع الطلبه مع الفلاحين، يعني من نخرج طالب يعني يكون تقني او مهندس نخرج يعني ان بروفيسيونيل، يعني الفلاح يعمل فيه ثقه، يدير فيه ثقه، يعني يكون ديجا خبير، يكون ديجا محتك بال يعني بلو تيران بلو تيران. وبالتالي هذا ما يطلبه هو الفلاح ايضا، اللي لازم تكون فيه تغيير تاع الذهنيات، لانه نعرفوا انه الفلاح في الجزائر يعني عملت في الجزائر ويقدر نقدر ايضا نقدم لك خبرتي، يعني الفلاح يعني يتخوف كما قلت ايضا ذكرت استاذ سلطاني، يعني يتخوف ايضا من خبره هذا وما عندوش الشجاعه يعني لتغيير يعني لتغيير باغ اكزومبل الدورات الزراعيه عندما يعني ننصحوه، عندما وبالتالي لازم تكون فيه قوانين صارمه يعني في هذا الاتجاه تجبر تفرض عليه يعني يكون فيه الدعم مشروط والدعم موجه يعني لهذا الفلاحين ب يعني عندنا مهندسين، عندنا مهندسين فلاحيين، نعم. هاد المهندسين فلاحيين يعني لازم تكون فيه يعني قرارات يعني لوضع مثلا عماده للمهندسين الزراعيين ومكاتب دراسات، يعني ونشرطوا على الفلاح انه يعمل بصفه يعني وثيقه ومشروطه يعني مع مكاتب الدراسه. طيب استاذ لطفي، الان الامور هذه بيدنا يعني متاحه في ايدينا، يعني المكننه، لو فونسي، العلم، البحث العلمي، تكوين الفلاح، المال، هذو كلها بأيدينا يعني الحمد لله في الجزائر نملك هذه الأمور. ولكن هناك معطى آخر الآن دخل في المعادلة، يعني عنصر آخر اللي هو التغير المناخي. هذا هل برأيك اليوم يعني نحن بحاجة إلى التفكير في هذا التغير المناخي؟ الآن اليوم نحن في نوفمبر، تقريب منتصف نوفمبر في الجزائر، يعني نتكلم على العاصمة لم تسقط الأمطار، يعني ما زلنا في فصل الربيع. أكيد سي لو ميم كا حتى في دول أوروبية، ويعني وهذا يعني كما نقولوا يعني التحدي، أكبر تحدي يعني للفلاحة ولل يعني للأمن الغذائي العالمي يعني هو التغير المناخي. احنا في شمال إفريقيا المعروف أننا يعني الجزائر كانت دائما يعني من العوائق الكبيرة، كنا دائما عرضة، يعني الجزائر سان باي فيلنيرابل لهاد لي زيفي ولي زامباكت تاع لو ريشوفمون كليماتيك، وني كونسيديري فو لو دير بارمي لي بي les plus arides au monde. Mais
كما قلت انه يعني فيه يعني كل الحلول، يعني فيه حلول، فيه العديد من الحلول، والبحث العلمي هو يعني هو اللي قدم الاجابات لهذه الحلول. اليوم سي اون رياليتي، استاذ يعني هذا البحث العلمي هو اللي قدم الحلول لتجاوز ولتخفيف من اثار التغيرات المناخيه على قطاع الزراعه خاصه. يعني اليوم مثلا في وهي تكنولوجيا، اليوم لازم تكون فيه تكنولوجيا، نتحدث على استدامه الانظمه الزراعيه، نتحدث على ادخال التكنولوجيات الحديثه، وهذا ما ينقصنا في الجزائر. اليوم لازم الجزائر اليوم نعم تتبنى ديناميكيه اقتصاديه وانفتاح، لازم نواصلوا في الانفتاح والاسراع ايضا في يعني في تمكين هذا الفلاحين من التكنولوجيا. التكنولوجيا غاليه، التكنولوجيا لها ثمن كبير، لازم يفو كون فافوريز هذا لو ترانسفير تاع لي سافوار من العديد من العلماء ايضا الجزائريين اللي راهم في الخارج، اللي يعملوا في الاوتوماتيز في الجيوماتيك، يعني في هذه الانظمه، يعني هي اللي تقدم اجابات. يعني والابتكار، عندما نتحدث عن التكنولوجيا لمواجهه التاثيرات المناخيه، نتحدث عن الابتكار مثلا فقط. يعني كانت عندنا خبره، يعني وكان عندنا نموذج عالمي كبير، يعني خلقنا نظام ايكولوجي يعني بفضل سواعد يعني افراد الجيش الشعبي الوطني في السبعينات، اللي هو السد الاخضر مثلا. يعني هذا مثال فقط للابتكار، نقدر نقولوا الابتكار يعني ايضا في الدورات الزراعيه. الدورات الزراعيه هذه يقدمها المهندسين او التقنيين في الجزائر، ويعني هذا يعني فيه يعني العديد من اللي تاز، والعديد من يعني وبالتالي في التكنولوجيا، يعني في انظمه السقي، وفي انظمه يعني فيلتراسيون دو باغ اكزومبل. اليوم عندما نتحدث عن النموذج الفلاحي في ولايه الواد، نعم هذا شيء مشرف، لكن ما ننساوش انه عنده، لازم نكون واضحين ونكونوا نقولوها يعني بامانه علميه، انه عنده يعني دي كونسيكونس على البيئه وعلى الموارد الطبيعيه في الـ يعني في المستقبل القريب. لانه اليوم نعم راهي تساهم يعني هذه المناطق، لكن فيه ارتفاع للملوحه، فيه استعمال غير عقلاني وغير متحكم فيه للنافقياتيك، صادق لهذه المياه اللي نستعملوها. وبالتالي هذا هو يعني الـ اليوم ايضا عندما نتحدث عن الابتكار، لانه هو الاجابه الوحيده والاجابه يعني الحقيقيه اللي رانا نتحدث عليها اليوم، يعني نطبقوها يوميا. يعني هنا من نتحدث على ديبارتمون باغ اكزومبل في لاغريكولتور، يعني كنت في 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 دي ريونيون، نتحدث على ديبارتمون د لاغريكولتور، كاين حداه دائما ديبارتمون باغ اكزومبل تاع جيوماتيك اغريكول، تاع لي سيستيم تاع باغ اكزومبل لي سيغ سيستيم د فورماسيون جيوغرافيك اكسيتيرا، يعني دائما فيه علاقه بين هذا. اليوم يعني من حاجه جيده جدا ان نشوف انه في الجزائر فيه وزاره للستارت اب باغ اكزومبل. هذه وزاره للستارت اب راه عندها اليوم امثله نماذج رائعه جدا قدمها شباب جزائري في مختلف المجالات، لكن في المجال الفلاحي يعني تبقى يعني ما فيهش مساهمه في هذا الابتكارات. وهذا ماذا يتطلب باش نبعثوا بهذا الابتكار؟ لانه اليوم عندنا جيل يعني كونيكتي، جيل يعني راه نوميريزي، يعني جينيراسيون نوميريزي. نعم، جينيراسيون نوميريزي تقصد يعني. اكزاكتومون، وبالتالي خصنا هذا التكامل في بين هذه القطاعات. لازم اليوم باغ اكزومبل عندنا دكاتره في الاوتوماتيزم، هذا الدكتور في الاوتوماتيزم لا يعرف ما هي متطلبات الفلاحه. نجي اليوم انا كمخابر في الفلاحه او كمهندس فلاحه ونقول له واش نحتاج في هذه الفلاحه، لانه المشكل عندي يعني في نقص الامطار او في باغ اكزومبل في تصفيه المياه اللي هي مالحه، وهو يقدم لي يعني حلول. يقدم لي البرنامج او يقدم لي يعني الاله او الجهاز، لازم يكون فيه تكامل. وبالتالي هذا اللي نحتاجه اليوم. لماذا اليوم في الدول، حتى في الامارات العربيه المتحده وحتى في الدول الاوروبيه، عندهم مجالس للامن الغذائي؟ وهذا هو دور المجالس في الامن الغذائي، احداث هذا التنسيق، تقديم الاستشارة، يعني في كل أنه من تحدث على المجال الأمن الغذائي، هو مجال متعلق بكل القطاعات، يعني الصناعة الزراعة ليس فقط القطاع الفلاحي. وبالتالي لازم يكون عندنا هذا التكامل وتوسيع لا كونسيرتاسيون صادير أنتخ لي زاكتور، قاعد لي زاكتور. حتى اليوم راه فيه نقابات للمهندسين الفلاحيين في الجزائر، لازم يكون الصوت تاعهم مسموع، لازم يعني يفو ليزامبليكي في هذا دور المجتمع المدني. مثلا اليوم هام جدا
حتى شفنا في لاكوب 27، يعني الحكومات، بعض الحكومات الدول المتقدمه تتهرب من التزاماتها تجاه يعني يعني لي كونسيكونس تاع حد ولي زامباكت تاع لي غوشوفمون كليماتيك في الفلاخ، لكن لي زو ان جي والمجتمع المدني الدولي هو اللي يقوم بالضغط، هو اللي يقوم بتقديم لي بروف سيونتيفيك لي يعني بور كونفرونتي هاد الصديقة لمواجهة هاد الدول يعني الملوثة المصنعه الصناعيه الكبرى. رغم انه استاذ لطفي يعني في السابق قبل 10 سنوات على الاقل نقول انه قضيه هذه التغيرات المناخيه كان فيه رايين، يعني كاين راي اللي يقول بانه مجرد يعني طرف فكري، وكاين اللي يقول بانه مؤامره، وكاين اللي يقول بانه ما كاش منه تماما. يعني هناك حتى من يعني علماء وخبراء كانوا يكذبون بهذه الامور، ولكن هذا الامر هذا الان اندثر، هذا الصوت هذا صمت، اصبح غير موجود، اصبح التأثير أو التغيرات المناخية أصبح صوت واحد يسمع، وهو أنه التغيرات المناخية أصبحت واقع، أصبح يعيشها المواطن في مختلف بقاع العالم. يعني أكيد اليوم أصبحت يعني هذه الحقيقة العلمية اللي كان يعني نعم أكيد أنه كانت فيه العديد من الأصوات، وكان فيه دي موفمون تيارات يعني لديها يعني أيضا يعني كما نقولوا لديها يعني وجهة نظر مخالفة، يعني وجهة مدار، لأنها يعني كان لديها يعني أهداف أيضا محددة، كان أهداف محددة. مثلا اليوم عندما نتحدث عن احتكار يعني الاحتكار يعني لا سيمونس ولو ماتيريال جينيتيك في العالم، يعني البذور في العالم، هذا يعني يعني اليوم يعني فيه أيضا فيه احتكار للمكننة واحتكار للمدخلات الفلاحية، وبالتالي يعني يعني لهذا كان فيه تيارات، يعني العديد من التيارات اليوم أصبحت يعني واقع، هذا الواقع العلمي أصبح واقع حقيقي ومنذ يعني أكثر من 10 سنوات، يعني ليس فقط اليوم أصبح واقع حقيقي، وتم التأكيد عليه في يعني في لقاء كوبنهاغ 2000. نعم، وحتى لقاء باريس كذلك ولقاء غلاسكو. نعم أكيد، لأنه اليوم كما قلت أنه أصبح حقيقة ميدانية، وأصبح حقيقة يعني حقيقة علمية، وتأثرت منها حتى الدول الكبرى، حتى نعم. الدول المنتجة للغذاء اليوم نشوفوا لو بيزاج أغريكول في لي بي صديق أوروبيان باغ إكزومبل، حتى يعني لو بيزاج أغريكول شفنا في سنة فقط، في هذه السنة فقط أنه تغير يعني كومبليتمون. اليوم يعني كانت فيه مناطق تنتج للذرة، أصبحت فيها مناطق أخرى يعني في هذه المناطق تم تحويلها إلى مناطق تنتج لي يعني للتورنوسول، لأنه التورنوسول استاذ ريزيست ميو على سيشخاس للجفاف على الذرة، وبالتالي نعم. يعني نشوف أنه يعني أصبح واقع أدى إلى يعني هذه الدول يعني يدفعها إلى التكيف والتأقلم مع هذا يعني هذا التغير المناخي. حتى في إسبانيا، يعني في إسبانيا اليوم راهي عاجزة على يعني إنتاج الكهرباء الخاص بها، لأنه اليوم السدود فارغة، أكبر سدود في إسبانيا، في أكبر سدود حتى في فرنسا اليوم شفنا أنه يعني تأثرت من الجفاف، وبالتالي أصبح هذا يعني واقع حقيقي. طيب أستاذ لطفي، أنا بقيت لي دقيقة معك للأسف. طيب الآن المواطن الجزائري يعني كيف يستطيع من خلال سلوكاته، نمطه الغذائي، تصرفاته، يساهم على البيئة ويحافظ على البيئة ويأخر التغيرات المناخية، يعني يأجلها شوية؟ أكيد هذا يعني هذا موضوع يعني موضوع هام أو شق هام في هذا في يعني في لا سيكوريتي اليمونتير وفي لا لوت كونتر لي هادو لي زامباكت تاع لو ريشوفمون كليماتيك ولا التغيرات المناخية، وهو السلوك الغذائي في العالم. يعني اليوم تحدثت عن تقليل يعني يعني الصديقة تناول اللحوم، لأنه اللحوم يعني تستهلك العديد من الموارد يعني أكبر من اليوم في الجزائر. نظن أنه يعني نعم فيه سلوكات يعني فيه تبذير، ما ننساوش أنه لو غاسبياج صديقه سي بوين يعني نقطه سوداء في هذا ايضا، يعني التبذير يعني في تغيير العادات او السلوكات الغذائيه، لانه يعني ما ننساوش انه نعم الجزائر حققت اكثر من 2 على 3 من يعني اكثر من 70% من انتاجها
الغذائي داخليا، لكن نحن نستورد يعني اكثر من يعني 50% من السعرات يعني من لي كالوري ولي بوزوان نوتريتيف تاعنا من يعني من الخارج. وبالتالي هذا يعني اليوم يعني يمكننا مثلا يعني بعت لو رانفورسمون تاع الزراعات يعني تاع لي ليغومينوز صادير لي ليغوم باغ اكزومبل العدس وكل هذه يعني يعني كل هذه اللي تقدم البروتينات وتكون بديلة عن اللحوم، الحبوب الجافة. نعم اللحوم. نعم هذا تدخل في يعني في تغيير الأنظمة الغذائية. وأيضا اليوم يعني السلوكات يعني خاصة من حيث التبذير انه شفنا دائما كان هذا خلق مشكلة في الجزائر، ويعني ولازم تكون فيه يعني لو رانفورسمون تاع حد لا سونسيبيليزاسيون بالنسبة لانه اليوم كما قلنا انه الدعم يعني هو مكسب في الجزائر. وأظن أنه اليوم يعني لا يجب ماناش في موقع أنه يعني يفو با توشي في هذا لو بوان. نعم. وبالتالي اليوم على المواطن أنه أيضا يساهم يعني بسلوكات حضارية في يعني تقليل خاصة هذا التبذير، وأيضا تغيير اليوم ما راه فيه يعني اون كونسيونس راه فيه يعني العديد من يعني منظمات المجتمع المدني في الجزائر للتحسيس على يعني هذه السلوكات الغذائية، وخاصة أيضا للتقليل من أمراض، تقليل من الأمراض اللي تعاني منها شعوب الدول العالم الثالث. نعم. يعني فيما يخص الداء السكري. نعم. كل هذا يتعلق. نعم. بالغذاء يعني الغذاء. نعم. هو الصحة والغذاء هو كل شيء. أشكرك أستاذ. نعم. لطفي غرناوت، أنت أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر سكايب، أنت أستاذ في جامعة تولوز الفرنسية، الحديث معك شيق ومفيد وممتع وماتع وتري زيدوكاتيف وكونستركتيف، يعني أشكرك مجددا أستاذ. إذن مشاهدي الكرام، ألقاكم بعد الفاصل للحديث كذلك حول إسهام المعلم الجزائري الأستاذ في الجزائر في المشهد التربوي الجزائري، وكيف يمكن للشريك الاجتماعي أن يساهم في الارتقاء بالمنظومة التربوية الجزائرية، والتي هذه المنظومة التي ترقمنت وبصدد إنتاج جيل، يعني جيل مرقمن بعد ما وضعت وزارة التربية في متناول أبنائنا لوحات رقمية إلكترونية رقمية إضافة إلى الكتاب الورقي، بمعنى أننا بصدد الإعداد لجيل كونكتي يعني مرتبط بالتكنولوجيات الحديثة. ألقاكم بعد الفاصل.